ده يا أختونس ولي ده ما عندوش فترة كبيرة، أما ولي ده كبيرة من نهار الأول، فهمت؟ ما هوش فسيل راهو باش تعمل أنت حزب وتوصل في ظرف 3 سنين للتشريعية والرئاسية وتشد الحكم. ما هيش، ما فما حفيد كيف تاخذ تاريخ الأحزاب في العالم، ما تلقاش تاريخ في 3 سنين وصل الحكم، ما هوش صحيح. اي فواتر ان بيجي قايد سبسي والحنكة السياسية بتاعه ولا وصلته ولا وصل باش لم الشمل، ولم الشمل بكل اتجاهات. الاتجاهات كي نقول لك اتجاهات نقابية، اتجاهات مستقلة، اتجاهات دستورية، اتجاهات ترقيبية، اللي تحدد المقررات اللي وقعت في مؤتمر الوفاء وقع تسجيلها عند رئاسة الحكومة في الإبان وفي التايمينج متاعها وفي الوقت. ومن نجم حتى حد اليوم يقول سي حافظ قايد السبسي موش مدير التنفيذي وإلا موش الممثل القانوني، كي تقول شنو جبهة تنقاذ متاع شنو، وش مش تنقذ انت، وش نية الصفة متاعك الشرعية إلا مش تنقذ به، ما عندك حتى صفة اليوم. وفما قانون داخلي للحزب اللي هو جمد لك الحركة متاعك، فهمت؟ بالاتفاق بتاع الهيئة التسييرية معناها الموجودة، ما عاد عندك حتى صفة قانونية. هذيك ما ينجم يخرجها كان الصندوق في الانتخابات، فهمت؟ هذا باش تقول اليوم أنا نحكم وحدي، يلزم تكون عندك سلوحات كافية، فهمت؟ إذا كان ما عندكش السلوحات الكافية وما عندكش لا ماجوريتي أبسولو اللي عاتينها لك الناخبين وتحب تنهض بالبلاد سور لو بلان ايكونوميك وسوسيال ولا تحب انت، اوني توبليجي دو كومبيني افيك. يلزمنا نكونوا اليد في اليد باش نجموا نخرجوا بالبلاد هذه. والوضع راهو نتاعنا وضع اقتصادي هش، والاقتصاد هو الكل، خاطر تو لو كان جينا احنا ماشيين سور لو بلان ايكونوميك بالكدا احنا لاباس. الصندوق هو اللي مش يفرض، فماش خلاف الصندوق هو اللي مش يفرض. اذا كان اليوم الصندوق يفرض عليا باش نولي نتحالف مع واحد اللي هو باش نجم، تو هيك تشوف انت ما تنجم تعدي قانون في المجلس التأسيسي في المجلس الا الا بالاصوات. كيفاش باش تعدي؟ معناها بالاصوات. والله فما ثقافة متاع التواكل موجودة، ثقافة التواكل في الجهات. فما ناس اللي تجي توفر له خدمة يقول لك أنا ما نخدمش ويخير يا عدرب أخذ، معناها ياخو حاجة دروات يا جوش كيكا مغير إزداء خدمة ومغير حتى شيء. هذه ثقافة، هذه ماذا بينا تتنحى الثقافة هذه، رأي معناها معناها وراثة، معناها ورثتها الحكومات، ورثتها الحكومات المتعاقبة. يلزمها شوية وقت. احنا عنا كالندرية عملناها بالنسبة للخارطة بتاع الانتخابات اللي عملناها، اللي مطالبين اليوم باش نوفره في نطاق الجهات ويدار شيء. اليوم ولينا نعيطوا للوزراء بتاعنا بتاع نداء تونس مش نعملوا لهم تقييم وصلون كالندرية هذه. هذا ايش عملت رو فما اعلاميا هم مش قاعدين يخدموا نيفو اعلام، اما فما برشا حوايج يعني فما ديفيسيت ميدياتيك، فما ديفيسيت ميدياتيك، اما الوزراء قاعدين يخدموا. كنا نجموا نكونوا خير برشا وكان الوضع في ليبيا كان احسن من اللي هو موجود اليوم، فهمت؟ ما يخفاش عليكم ان ليبيا كانت ساده ببلا علينا، فهمت؟ واليوم راهو استقرار على مستوى الاقتصاد، واقتصاد تونس مربوط بالجوار، هذه حكاية معروفة. معناها هاك تشوف التسارية قاعدين يجيونا في 1,400,000 و1,500,000 سواح قاعدين، هما اللي يلزون صوفي ان بو لي موبل عامناو. معناها يفو افوي والله كيفاش ننظرونا احنا ما ندخلوش في الاوضاع الداخلية تاع الجيران، فهمت؟ الاوضاع الداخلية ما ينجموا يحلوها كان الولاد ولادها، معناها مش احنا مش حلوها، احنا نجموا نعاونوا كيما بالشيء المستطاع. لانه في اي لحظه ما تستحقش في اولاد النداء يبقى اولاد نداء تونس، معناها حتى ولو خرجوا معناها ما فماش اشكال، يبقى اولاد نداء تونس. تبقى الغلطه اللي اقترفتها الجبهه هذه تاع الانقاذ، هم ما قعدوش أبدأوا رأيهم من الداخل، خرجوا وزادوا مشاوا للمحكمة بدون شرعية يجيش.